معلقة عسل على كوباية مية دافية على الريق كل يوم. الوصفة دي رائعة جدا 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 في مواجهة أو في تقوية مناعة الإنسان ضد مرض كورونا في هذه الأيام. الوصفة دي ليها أصل في الكتاب وليها أصل في السنة وليها طبعا أصل في الأبحاث الطبية. في الكتاب الله عز وجل قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الله عز وجل وصف عسل النحل ان هو فيه شفاء للناس. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شرطة محكم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. والحديث عند الإمام البخاري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العسل فيه شفاء للناس. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ورد عند ابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الشفاء أو عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. أما بالنسبة لحديث بالنسبة للأبحاث الطبية، وردت أبحاث كثيرة جدا طبية من المسلمين ومن غير المسلمين تدل على إن عسل النحل أعظم مضاد حيوي للإنسان، أعظم مضاد حيوي طبيعي. ليه أعظم مضاد حيوي طبيعي؟ لأنه بيحتوي على مواد مضادة للفيروسات، مواد مضادة للميكروبات، مواد مضادة للالتهابات، مواد مضادة للأكسدة. الأبحاث كتيرة جدا الطبية بتقول إن عسل النحل أعظم مضاد حيوي وأعظم وقاية وأعظم مقوي مناعة. ياريت نحرص كل يوم على معلقة عسل على كوباية مية دافية على الريق، ولو أضفنا لها الليمون يبقى إحنا عززنا أكتر في هذه المناعة. والسلام عليكم ورحمة الله.